نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع محافظة الغربية جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمركز كفر الزيات، وتطرقت الجلسة إلى مناقشة جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال زراعة الأشجار والأبحاث العلمية وغيرها من الأمور التي تساعد على مواجهة التغيرات المناخية. كما ناقشت الجلسة العمل على إقامة مصانع تعمل على توفير فرص عمل وتشجع الشباب على الإنتاج بدلا من السفر والعمل في الخارج.